قطعي المكون ده مكعبات ونقعيه في نص كوبايه ميه متفلتره او معدنيه. ويلا نشوف هنعمل ايه. هاخد المكون من جوه كده وخلي الميه عشان هنحتاجها. هناخد المكون كده بصوا كده اعصر قوي كده بايدي، هو هيبقى دبلان اصلا فهيتعصر بسرعه معايا. وهنجيب جل الالوفيرا اللي هو جل الصبار ابيض اخضر الاثنين واحد، بس انا عايزه ده اللي هو جاهز. وهبدا افضي جل الصبار واقلبهم كويس جدا جدا. اقوى مرطب تستخدميه في حياتك لعلاج الشيخوخه المبكره وكمان شد البشره وكمان ازاله الخطوط التعبيريه وتفتيح البشره، وبتخلي البشره مورده صافيه ما فيهاش اي مشاكل. بصوا كده عامل ازاي. طب الميه، طب والميه، الميه هنستخدمها كتونر، هنحطها في بخاخ كده ونحطها في الثلاجه ونغسل بشرتنا بغسولنا المفضل، وبعد كده نجيبها من الثلاجه ونوزعها على بشرتنا. قبل ما تنشف بشويه بنجيب المكون او المرطب اللي انا عملته ده هوزعه على بشرتي. بصوا كده هوزعه على بشرتي بيخلي البشره مورده جميله، مده صلاحيته لحد ما يخلص، ودي مده صلاحيتها لحد ما تخلص. جربوا شير الكل عشان يستفاد.